السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد على قناتي على اليوتيوب يوميات ام زد او يوميات ميزو. النهاردة هكلمكم على انواع الشامبوهات اللي موجودة في السوق. هنعرف الانواع وهنعرف ايه فايدة كل حاجة فيهم. تعالوا يلا نشوف. اول نوع هكلمكم عنه النهاردة هو شامبو كيلوباترا. شامبو كيلوباترا ده منتج من منتجات ماي واي، من اشهر المنتجات في عالم الشامبو اللي من انتاج مصنع ماي واي. بينزل منه الحجم 600 ده، وبينزل منه الحجم الجيركن اللي هو اللتر ونص. بينزل منه نوعين، في للتطويل وفي للتنعيم. بصراحة من المنتجات المعروفة جدا في ماي واي وعليها طلب وشغل ومجموعته حلوة يعني. بصراحة في كمان شامبو كلير. شامبو كلير ده بينزل منه نوعين، رجالي وحريمي. ده خاص بالقشرة الشعر. بينزل زي ما قلت لكم منه الحريمي والرجالي، وبينزل منه ثلاث احجام، في الحجم اللي هو 190، في الحجم 380، وفي حجم 600. وطبعا في منه بالمينيتول وفي منه بالفحم. يعني دي انواع اللي موجوده في السوق، وهو خاص للقشره. وطبعا اي حد ما عندوش قشره ما انصحوش انه يستخدم اي نوع شامبو خاص بالقشره، لانه بيعتمد على جفاف فروه الشعر. في كمان شامبو سباركل. شامبو سباركل ده من اشهر انواع الشامبو اللي موجودة. ممكن يكون عشان سعره يعني، هو عندي حتى انا في شغلي اكتر ببيعه سواء اكياس او علب. بينزل منه برضو في للشعر الجاف اللي هو الاخضر ده، بينزل منه للشعر العادي البمبة، بينزل منه للقشرة هتلاقوا لونه كحلي، بينزل منه للشعر الاسود العبوة السوداء، بينزل منه للتطويل، للتساقط الشعر هتلاقوا العلبة الذهبي. يعني دي انواع اللي معروفة وموجودة في السوق. في برضو شامبو دوف، طبعا ده شامبو معروف جدا وشامبو عالمي، بينزل منه كذا نوع وكذا حجم. في منه الحجم الصغير 190، وفي حجم 380، وفي حجم 600، وفي اللتر. وطبعا بينزل منه برضو للشعر للتنعيم الشعر، وفي للشعر الدهني. انواعه كتير ومعروف يعني. دوف برضو من انواع المعروفة جدا في السوق بالنسبة خاصة للشامبوهات. في كمان شامبو سانسلك. شامبو سانسلك ده برضو شامبو معروف وتبع شركة معروفة زي ليفر. بينزل منه برضو اربع احجام تقريبا، في الحجم 190، وفي 380، وفي 600، وفي اللتر. وبينزل منه طبعا الكياس، وبينزل منه للشعر الجاف وللشعر العادي وللشعر الاسود ولتساقط الشعر. وطبعا كل واحد ليه لونه وليه الاستخدام بتاعه. برضه هو شامبو عليه طلب جدا، محبوب ومعروف. في شامبو شيروسا. شيروسا ده برضه من منتجات تبع سباركل، بس ممكن يكون اعلى جوده من السباركل شويه. برضه بينزل منه كذا نوع، في منه بالبروتين، في منه بالكرياتين، في كذا نوع منه، وفي منه كذا حجم برضه اللي هو ال 190 وال 380 وال 600. في كمان شامبو معروف ونازل بقوه ومنافس تريزيمي. ده شامبو برضو معروف وشامبو عالمي. ده سعره ممكن يكون عالي شوية، بس كل اللي بياخده بيشكر فيه. برضو في منه بالبروتين، وفي منه برضو بالكرياتين، وفي كذا نوع منه بجنين القمح. برضو من الشامبوهات المعروفة والمحبوبة، وبينزل منه برضو بلسم وانواع تانية. في برضو منتجات ماي واي كمان شامبو جلامور. ده شامبو وبلسم اتنين في واحد. برضه هو مجموعة شاملة، بينزل منه حمام الكريم، وبينزل منه الزيت، وبينزل منه السيرم. برضه من المنتجات الحلوة والمعروفة في ماي واي. في كمان مجموعة ناتشرالز. ناتشرالز ده برضه من الشامبوهات اللي بينزل منه الحجم ده الصغير، وبينزل منه الجراكن اللي لتر ونص، ومنه مجموعة كبيرة قوي، منه بالثوم، منه بالصبار، منه بالحبة البركة، بالأفوكاتو. هو مجموعة كبيرة بصراحة، لو قعدت افتكر مش هفتكرهم كلهم، بس هو مجموعة كويسة. وفي منه باللبن والعسل، وفي منه بحبة البركة. يعني هو مجموعة حلوة وسعره حلو في متناول الأيدي. في كمان شامبو بيرت بلس. بيرت بلس ده برضو تبع شركة بيرتكل وجامبل، شركة عالمية. ممكن يكون الطلب عليه اقل شويه، بس هو من الشامبوهات المعروفه برضو في السوق، وينزل منه برضو الحجمين 190 وال 400. في كمان شامبو كلير اند هيلسي، ده تبع ماي واي برضو، بس ده خاص بالقشره. برضو شامبو حلو ومعروف وحجمه وسعره حلوين جدا،
وعليه طلب وبدأ ينافس في السوق المصري. في كمان شامبو كيرو كير، ده شامبو بالكرياتين وبينزل منه برضو مجموعة، ده للناس الخاصة اللي بتفرد شعرها كرياتين، ده بيحافظ عليه مدة أطول. هو شامبو برضو حلو ومعروف وبينافس من منتجات ماي واي. في كمان شامبو أملة، ده برضو تبع ماي واي، برضو شامبو حلو ومعروف، وطبعا كلنا عارفين أملة الهندي بينزل برضو منه. في الأملة تبع شركة الأملة التاني برضو معروف. في كمان اللي هي المجموعة الناتشرالز اللي أنا بقول عليها، اللي هو الجيركن اللتر ونص، زي ما قلت في منه بالصبار، في منه بالعسل، في منه بحبة البركة، في منه بالأفوكاتو، مجموعته كبيرة بصراحة وعليه طلب. وفي كمان الجدايل، ده برضو من الجراكن اللي بتنزل في ماي واي، لتر ونص ومعروف وعليه طلب. وفي كمان طبعا ماي واي في شامبو اسمه مايكرو كرياتين، ده برضو شامبو بالكرياتين، هو لسه منتج من منتجات ماي واي جديد. وفي شامبو جروفاست، ده للشعر بطيء النمو، برضو منتج حلو وبدأ يسمع عندي، حتى السيرم بتاعه اللي نازل برضو عليه طلب. في شامبو الأرجان المغربي، برضو ده من أنواع ماي واي، شامبو برضو معروف. ودي يعني المجموعة، هي طبعا أنواع الشامبوات في السوق المصري كبيرة، بس دي من أشهر الأنواع اللي موجودة،